اليوم نقف في جناح دائرة الصحة أبو ظبي التي تقدم العديد من المشاريع وتقدم العديد من الجلسات النقاشية والحوارية. سينضم لي الآن سعادة مطر سعيد راشد النعيم مدير عام مركز أبو ظبي للصحة العامة ليحدثنا أكثر عن هذه المشاريع. تفضل. حياكم الله. في البداية في جناح دائرة الصحة ومركز أبو ظبي للصحة العامة، طبعا تأتي مشاركتنا في كوب 28 هي من ضمن مسؤولياتنا كجهات حكومية في المشاركة ودعم جهود الدولة للوصول للهدف الاستراتيجي الخاص بالحياد المناخي في 2050. طبعا مشاركتنا بالتفصيل بدأت من تاريخ 30 نوفمبر ومستمرة حتى نهاية الكوب 28. ركزنا أكثر في 3 ديسمبر اللي هو كان اليوم الصحي. كثير من الأنشطة حدثت في الأيام الماضية وأيضا هناك أنشطة أخرى ستكون في الأيام القادمة. الأنشطة متنوعة بين محاضرات علمية ولقاءات مع أصحاب العلاقة من الجانب الصحي والجانب البيئي، وكذلك أيضا استعراض لأبرز المشاريع الخاصة بمركز أبو ظبي للصحة العامة ودائرة الصحة. نعم. لو تقربنا أكثر من صورة هذه المشاريع وأكيد الجلسات الحوارية. نعم. بنتكلم عن أهم مشروعين يعني تم استعراضهم في هذا الحدث العالمي. المشروع الأول يتعلق بحساب العبء الخاص بالأمراض الناتج عن التغيير المناخي. طبعا هذا مشروع طموح جدا، قد يكون الأول من نوعه في المنطقة، وهو تعاون بين مركز أبو ظبي للصحة العامة وهيئة البيئة في أبو ظبي عن طريق ربط الأنظمة الإلكترونية، الحصول على البيانات البيئية من هيئة أبو ظبي للبيئة وربطها بالمعلومات الصحية الخاصة بالملفات الطبية والحصول على قراءة واضحة عن تأثير التغيير المناخي الذي يحدث لدينا في دولة الإمارات على الجوانب الصحية وعلى الأمراض. طبعا نتيجة هذا التقييم بيكون هناك أيضا خطط مشتركة لتقليل التأثير الناتج عن التغيير المناخي أو أيضا من الجانب الآخر وقاية أفراد المجتمع من هذا التأثير. فهذا هو مشروع فريد ومشروع طموح إن شاء الله يعني تكون نتائجه على أفراد المجتمع في القريب العاجل. اللي هو هذا اللي تقف أو موجود خلفك ولا هذا مشروع آخر؟ هذا هو المشروع الثاني وهو تقرير الاستدامة. طبعا أيضا هذا مشروع فريد ومشروع الأول من نوعه أطلقناه في هذه السنة، وهو تقرير يتحدث عن الاستدامة في الجهات الحكومية، يغطي جوانب العمل التفصيلية من الإجراءات المطبقة في المؤسسة. والحمد لله يعني هذا المشروع الهدف منه كأداة تقيس مدى تطور مستوى الاستدامة في المؤسسات الحكومية. وبعطيك مثال يعني على نتائج هذا التقرير، فمثل ما قلنا هذا هو التقرير الأول الذي يصدر على مستوى مؤسسة مركز أبو ظبي للصحة العامة. على سبيل المثال كان هناك خفض بنسبة 33% من البصمة الكربونية الخاصة بالمؤسسة. أيضا لدينا 100% من الاستخدام الخاص بالتعاملات وليس هناك تعاملات ورقية. لدينا أيضا في مركز أبو ظبي للصحة العامة من بداية هذا العام لا نستخدم الزجاجات البلاستيكية في شرب الماء بصورة نهائية، يعني صفر استخدام بلاستيكي لزجاجات الماء، بالإضافة أيضا إذا توفير الطاقة في المبنى نفسه من حيث توفير الإنارة والأجهزة الكهربائية. فهناك يعني جهد أيضا كان استباقي قبل الحدث هذا بحيث أننا نحن نكون في هذا الحدث جاهزين ونعرض هذه التجربة الإماراتية الخالصة النوعية أمام العالم. فالحمد لله بدعم قيادتنا وصلنا لتجارب مميزة على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة، نقدر أيضا نشاركها مع الجهات الأخرى وأيضا المحلية والعالمية. إذا نشكر سعادة مطر سعيد راشد النعيمي مدير عام مركز أبو ظبي للصحة العامة. إذا الرؤية واضحة هنا والصحة تقوم بدورها بما يخص الاستدامة بمشاريع عملاقة جدا. كانت هذه الصورة من هنا من جناح دائرة الصحة أبو ظبي.